ومن قال؟ هذا يا طوال العمر لقمان الحكيم، الرجل الشهير المعروف. لقمان الحكيم في أصله عبد أسمر البشرة ومملوك عند سيد من أسياد زمانه، فيأمره سيده فيأتمر وينهاه فينتهي. ففي يوم من الأيام قال له سيده: يا لقمان، اذهب واذبح شاة وأتني بأطيب شيئين فيها. فذهب لقمان ثم عاد إليه بالقلب واللسان، لحمتان من دون عظام، هكذا كان تفكير السيد. ثم في اليوم الذي يليه قال له سيده: يا لقمان، اذهب واذبح شاة وأتني بأخبث شيئين فيها. فذهب لقمان ثم عاد إليه بالقلب واللسان، قال: يا لقمان، ما هذا؟ قلت لك أطيب شيئين، ثم قلت لك أسوأ شيئين، فأتيت إلي بالقلب واللسان في هذا وذاك. قال: يا سيدي، هما أخبث شيئين إذا خبثا، وهما أطيب شيئين إن طابا. يا الله. فقال له: أنت حكيم، اذهب فأنت حر. فتحرر لقمان، حررته الحكمة. فلبث لقمان في منزله، فبدأ الناس يتوافدون عليه من كل حدب وصوب، ويستفسرون من قضاياهم الاجتماعية والمالية والأسرية، ويحلها لهم بخبرته وبما أعطاه الله من حكمة. فلما اشتد الزحام في منزله لم يعد أحدا يأتي إلى سيده السابق، فأتى السيد، قال: يا لقمان، ما بال الناس يأتون إليك ولا يأتون إلي، وأنا كنت سيدك؟ قال: لأنك انشغلت بما لا يعنيك وتركت ما يعنيك، أما أنا فقد انشغلت بما يعنيني وتركت ما لا يعنيني، فيأتي الناس إلي لأخبرهم بما علمته وما لم تعلمه. كلام عظيم. فلما اشتد الزحام أكثر وأكثر على لقمان، خرج من منزله ومن دياره، ثم ذهب إلى، أعتقد أنه إلى دمشق أو إلى الشام. ثم هناك كان النبي داود. داود عنده معجزة أن الحديد ألانها الله بين يدينه فيقلبه كما يقلب الطين، فيتعجب الناس منه، أول واحد ينظر إليه يسأله: ماذا تفعل؟ فلما وصل لقمان إلى الشام قال له داود، أو قال داود: ائتوني بلقمان. فلما حضر لقمان عنده كان داود يقلب الحديد بين يديه كأنه طين، هذا ساكت وذاك ساكت، داود ينتظر السؤال البديهي من لقمان، لأن ما يراه لقمان شيء لم يره من قبل ولم يسمع عنه. صحيح. فلم يسأل لقمان، ومضى الوقت وداود يعمل ولقمان ساكت ولا كلمة، ما يتكلم. فقال داود: يا لقمان، لما لا تسألني عما أصنع؟ ألا تعرف ما أصنع؟ قال: لا أسألك الآن، أنتظر حتى تنتهي، فإن انتهيت علمت الإجابة بالنتيجة، وإن لم أعلم بالنتيجة سألت في وقت السؤال، فلا أسأل قبل السؤال ولا بعد السؤال. يا سلام. قال: أنت حكيم، أريدك أن تعلم الحكمة ابني سليمان. وكان سليمان نبي الله سليمان صغيرا في سنه في ذاك الزمن، فعلمه الحكمة. قال عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. شكرا.